اطلب تلاقي حلو التلاقي معاه قوي بس انت روح فضفض وبوح واحكي له مالك اشكي له حالك واحفظ بقى وما تتسنج الا علي ايدي بتشفي علي لمسه واحده بس أعزائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان في العالم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الصلاة اطلبوا تجدوا. الصلاة، فالكتاب المقدس يعلمنا كثيرا عن الصلاة وأنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. الرب يسوع شخصيا كان مثالنا في الصلاة وكان يصلي، وأيضا في بستان جثيماني وجدناه يصلي ويوصي التلاميذ أن اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. ليس ذلك فقط، بل هو نفسه صلى وكان يصلي. الكتاب يذكر أنه بأشد لجاجة، وبعد أن صلى ذهب إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن كما وصف الكتاب، فقال لهم: لماذا أنتم نيام؟ لماذا أنتم نيام؟ قوموا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. لذلك قناة الكرمة بكل برامجها خصصت هذا البرنامج بكل حلقاته للصلاة، لكي نعرف احتياجات بعضنا البعض ونصلي لبعضنا البعض كما أوصانا الكتاب وقال: صلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. طلبت البار تقتدر كثيراً فعلا. عشان كده أعزائي المشاهدين احنا بنفتح الخطوط من أول الحلقة لاستقبال مكالماتكم عن طريق التليفونات الموضحة على الشاشة، وأيضا عن طريق السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي، الصفحة الرسمية لقناة الكرمة، الكرمة تي في على الفيسبوك. وصلنا طلبة صلاتك بأي طريقة هنصلي معاك أثناء الحلقة، وأيضا خلال الأسبوع بنصلي من أجلك. فما أحوجنا هذه الأيام إلى الصلاة في وسط هذه التغيرات الشديدة المفاجئة في العالم، يجب أن نتحد جميعا لكي نصلي من بعضنا لأجل بعض في هذا البرنامج. لكن دعونا الآن نرحب بضيف الحلقة، رجل الله رجل الصلاة، الدكتور القس أليكس حنا، مؤسس خدمة الإنجيل لكل العالم. أهلا وسهلا بحضرتك. برحب بك دكتورة ليديا، وشكرا على الاستضافة، وبشكر قناة الكرمة، ونقدر نقول ان انت كمان الدكتور القس عشان الدكتوراه في اللاهوت. بس انا مش قس. ربنا يبارك خدمتك، وكل سنه وانت طيبين، ويبارك الرب كل خدام الكرمة وتعب محبتهم في الصلاه والايات اللي بتحصل كل يوم. امين في اسم المسيح. حضر القسيس، احنا في برنامج الصلاه فحابين نكون بنبتدي الحلقه. أمين. بالصلاه. اتفضل حضرتك. نباركك يا رب لاجل كل اعمالك، ونشكرك خالق كل الأشياء بكلمة قدرتك. نأتي يا رب طالبين مجدك، طالبين حضورك في هذا الوقت المبارك. نشكرك يا رب على ألوف ويمكن ملايين لمسات الشفاء والخلاص التي تصل إلى العالم أجمع من خلال قنوات الكرمة. نشكرك يا رب لأجل كل النتائج المباركة وعمل الله الذي يتعظم في وسط السنين اليوم بعد الآخر. نصلي يا رب أن عملك في هذه الحلقة وكل الحلقات أن يتمجد يا رب، عملك في وسط السنين أن تحيي وأن تبارك قنوات الكرمة كلها في كل رسالة تقدمها وفي كل برنامج نرى الثمر المتكاثر لمجد اسمك. صلى يا رب لأجل أخويا صمويل، أخت ليديا، أخت سلوى، كل الأحباء يا رب على الكاميرات وعلى الصوت وعلى الصورة وفي الكنترول روم، أن تبارك كل مكالمة ومداخلة وكل طلبة، وأن نرى رب ألوف والملايين الاستجابات، وتغطي معرفتك رب الأرض كما تغطي المياه البحر. نصلي أيضا يا رب أيضا في شهر رمضان لأجل رجوع الكثيرين إليك، وأن تستخدم هذا الشهر نهضة في وسط أحبائنا يا رب ليعرفوك من الكبير للصغير.
وأن تسدد كل احتياج روحي وزمن يا رب في قناة الكرمة، آمين. ونكون سامعين عاملين بالكلمة لا سامعين خادعين نفوسنا. آمين. أمين في اسم المسيح. الرب يستجيب في اسم المسيح، واثقين في استجابات فعلا تأتي لنا من عرش الرب. أعزائي المشاهدين، من الطبيعي أنه يكون عند كل واحد فينا مواهب معينة أو مميزات معينة بيتمتع بيها عن الآخر، زي مثلا حد عنده غنى، حد عنده ذكاء، حد عنده علم، حد عنده جمال، حد عنده شهرة، حد عنده حاجات كتيرة قوي من الحاجات دي. أحيانا بنلاقي الناس اللي عندها المميزات دي أحيانا بتكون مش بس بتشكر ربنا عليها، لكن أحيانا بنلاقي في ناس تانيين بيكونوا بيفتخروا بالحاجات دي. عشان كده الكتاب بيوصينا بيقول: لا يفتخرن الحكيم بحكمته، ولا الجبار بجبروته، ولا الغني بغناه. لكن لما نسأل بولس الرسول نقول له: يا بولس الرسول انت بتفتخر بإيه؟ يرد علينا بولس الرسول يقول: أما من جهتي فحاشا لي، فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. لم يفتخر بولس الرسول بإلوهية المسيح، أن المسيح الله تجسد، لم يفتخر بميلاد المسيح المعجزي، بكلمات المسيح الرائعة المؤثرة، أيضا بمعجزاته، لكنه افتخر بالصليب. يا ترى ما الذي رآه في الصليب لكي يفتخر به؟ بل ماذا رآه في المصلوب لكي يفتخر به؟ نجده يقول ويرد علينا ويقول: لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وحده، وإياه مصلوبا، وإياه مصلوبا. الصليب، الصليب والمصلوب. المسيح الحقيقي لا يجد نفسه في كل الإيمان الذي يكون بيعرفه، لا يختزل الصليب والمسيحية في صليب من ذهب أو من خشب، أو بمجرد صليب يعلق على الحائط أو على قباب الكنائس أو غيرها في منازلنا للتبرك بها. لكن المسيحي الحقيقي هو من يقول مع بولس الرسول: مع المسيح صلبت، مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، فما أحياه الآن إنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي، الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. وهو ده عنوان تأمل حلقة اليوم من غلاطيا، رسالة غلاطيا الإصحاح الثاني والعدد 20: الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. نرحب مرة أخرى بالأسيس أليكس. وفي الحقيقة الآية دي استوقفتنا واستوقفت ناس كثيرين جدا جدا، ولقينا أنه بولس رسول بيقول: الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. يا ترى هنا بيشاور على مين؟ بيشاور على الرب وأنواع محبة الله اللي شكلت حياتنا بطريق مختلف. فمحبة الله مثلا بنلاقي أنه في يوحنا الأولى إصحاح 4 وعدد 10 يقول: نحن نحب لأن هو أحبنا أولا. فمحبة الله سباقة، ومحبة الله كانت تسبق أي محبة بشرية. عشان كده الضمان في هذه المحبة ما لا توقف على ضعفنا ولا على يأسنا ولا على فشلنا، بل على الله. أيضا الأبناء اللي أحبهم الرب ما سابهمش في الشارع ولا تركهم، لكن أيضا ورثهم. لما بيقول كده: كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يكونوا أبناء الله، أي المؤمنين باسمه. يبقى تاني نوع في المحبة سلطان على الخطية، سلطان على أرواح الشر، وهنكمل بعد الاتصال اللي معاكي. بالتأكيد سلطان على الخطية وسلطان على أرواح أمين. الشر. هنستكمل حديثنا الشيق الرائع الممتع عن الحب أمين. والله المحبة. بس احنا حاليا معانا اتصال من الأخت دولت من فيرجينيا. أهلا وسهلا بحضرتك الأخت دولت، أهلا بيكي. ألو، أهلا بحضرتك، اتفضلي أتكلم. طبعا بكل سرور، اتفضلي، احنا سامعين حضرتك. أهلا دكتور أليكس. يا أهلا، أهلا بيك ومدام ليديا. أهلا بحضرتك. أنا أشكر الله كثيرا من أجل قناة الكرمة اللي هي بتدينا فرصة عشان خاطر نتكلم
ونقول اختباراتنا دي تكون يمكن سبب بركة ومنفعة لبعضنا البعض. أكيد. بالنسبة للاختبار بتاعي أنا كان عندي كوفيد من شهرين ثلاثة، وإحنا طلبنا من القسيس أليكس يصلي عشاني، وبعدين لما رحت المستشفى كان عندي سخونة جامدة وكان الدور جامد معايا. رحت المستشفى عالجوني تاني يوم، وأنا في المستشفى النرسات هناك سألوني وقالوا لي أنت خايفة من الكوفيد؟ قلت لهم لا أنا مش خايفة، لأني سلام الله في قلبي وده اللي بيخليني ما خافش، وإذا سمح الرب وأنا ما خفتش وانتقلت ورحت السماء ده هيكون أفضل كتير بالنسبة لي، هكون في مكان أفضل عند يسوع المسيح، الراحة والسلام والفرح والسرور هناك. فطبعا ده بعد الإيمان، بعد ما أنا سلمت حياتي للمسيح، وبعد كده الرب اداني سلام، هو قال سلامي أعطيكم سلامي لكم ليس كما يعطي العالم، أنا بديكم يفوق كل سلام. فأنا أشكر الله من أجل كده. تاني يوم الدكتور جاء وكان يشوفني، وبعدين قال لي بعد ما كشف عليا وكده قال لي أنت خفيتي. قلت له إزاي؟ بعد أيام قال لي إحنا مندهشين إن أنت خفيتي بسرعة ومش محتاجة تقعدي تاني في المستشفى، أنت عليك البيت. في أثناء الوقت ده ابني ليا ابني دكتور في ألاسكا فاتصل، وبعدين كلم الدكتور وإزاي ماما هتروح البيت على طول، هي مش محتاجة تقعد شوية في المستشفى عشان تشوفوها وتتعالج. قال له لا احنا كنا مستغربين خالص ان مامتك خفت بسرعة في 4 أيام، ما بتحصلش لي. مجد للرب. يعني دي معجزة. فهي تاني يوم عليها تروح البيت ودي يعني نشكر الله من أجل ده. فأنا شكرت ربنا كتير وقلت يا رب أنت بتقدر تعمل يعني معجزات، برغم أن أنا عندي قلب ومشاكل في القلب، ولكن والمفروض يعني الكوفيد ده بيعمل مشاكل كتير. صحيح. في القلب وفي الأعضاء الداخلية. يعني أنا شكرت الرب إنه ما عملش أي مشاكل معايا في من ناحية القلب أو من ناحية أي أجزاء تاني. فالرب ضعيف إن هو يعني سمح بالاختبار ده. أنا عندي القلب وعمري 87 سنة. واو. فأنا أشكر ربنا إنه برغم من كده يعني الرب حافظ عليا من مشاكل في القلب، حافظ عليا من الكوفيد 4 أيام بس اللي قعدتها، ودي يعني نادر لما بتحصل. وطبعا يعني دي نعمة من عند ربنا. ده أكيد أكيد. ما استحقهاش، لكن النعمة دي لينا كلنا. صحيح. والسلام ده الرب بيدهولنا بعد الإيمان. أمين. أنا أشكر الله. أمين. في الأول وعرفت أن الرب هللويا هو رئيس السلام، وهو اللي بيشيل منا الخوف. أمين. لا تخف لأني معك. مدن. لا تتلفت لأني إلهك. فأنا أشكر ربنا. هو اللي إداني الجراءة واداني يعني ان انا ما خافش من اي حاجة. مجدا للرب. ما قال بولس الرسول لا شدة ولا ضيق ولا اضطهاد ولا جوع ولا عمر يقدر ان يفصلنا عن محبة الله اللي في المسيح يسوع رب. مجدا للرب. ربنا. حضرتك بتكلمينا بالبيت دلوقتي؟ انا اطلب من الرب دايما ان الرب يشفي
كل نفس بعيدة عن في ربنا اسم المسيح. أمين. يشفيها الجسدي يشفيها روحيا. أمين. فالرب يحسن إلينا جميعا في اسم المسيح. يعطينا حياة أبدية. أمين. ونضمن الحياة الأبدية ويدينا قلب جديد ونفس جديدة. شكرا لك يا أخت دولة. كتير. شكرا يا أشكر كارما. أشكر الأسيس أليكس اللي هو صلى عشاني. والرب يبارككم. الرب يبارك حياتك. ألف مبروك الشفاء. أشكركم كتير. وفعلا ده اختبار بكل المعاني قوي جدا بالنسبة للسن والحالة الصحية. والرب اللي شفى من الكوفيد يكمل الشفاء من أي مرض آخر. شكرا أختي دولة. أمين في اسم المسيح. أشكرك جدا يا أختي دولة لأجل اتصالك وأنك بتعليني أن إلهنا شافي، أنه هللويا. قادر وقدير وصالح ويحب يشفي، لأنه بجلدته شفيتم. احنا مشكورين جدا لأجل كمان أيضا السلام اللي كان بيغمرك من الرب شخصيا، لأنه في وقت كوفيد كل الناس بتخاف وبترتعب جدا، لكن ولاد الرب فعلا فعلا قلبهم ممكن زي ما الكتاب بيقول، وفعلا واثقين في إلههم أنه هو صالح، واثقين في إلههم وأنه هو بيديهم سلام في وقت الصعب ووقت الشدة. مشكورك جدا جدا لأجل اتصالك، وأيضا بنشكر الرب كمان أيضا لأجل الشفاء المعجزي، بنشكر الرب لأجل رجال الله القديسين اللي بيصلوا لأجل الشفاء في قناة الكرمة. بنشكرك يا أخت دولة، وربنا يكمل شفاكي فعلا، وفعلا تطلعي وتشهدي عن أن الرب بيكمل شفاء كامل. أمين. وأكيد على حساب جلداته. احنا كمان معنا اتصال من الأخت ماريا من فيرجينيا. أهلا وسهلا بحضرتك أخت مريم. أهلا بيكي. أهلا بيكي حبيبتي. الصوت واطي قوي حبيبتي، ممكن تعلي صوتك؟ أخت مريم معانا على الهواء؟ ألو. أهلا بيكي حبيبتي، اتفضلي. أهلا وسهلا بيكي. اتفضلي حضرتك على الهواء. أنا عندي صوت بالصلاة، معلش ما بقفلت، ممكن يصلي لي؟ أمينة. حاضر حبيبتي، اتفضلي. انا محتاجه اصلي عشان خاطر ابني تعبان، عنده مشاكل في المخ ونظره كمان بيشوف بعين واحده من عينيه ضاعت، فمحتاجه صلاه من اجله ان ربنا يرفع عنه ويشفيه، وصلاه كمان من اجلي انا عشان انا تعبانه، عندي مشاكل كتير قوي. عندي تليف في الكبد، وعندي كمان صداع مستمر، ومش عارفين ايه سبب الصداع اللي عندي ده بلوش انا. طيب ومحتاجه تصليلي كتير، خاطر جريم ضاع مني وقدمت عليه، وادي 7 شهور لغايه دلوقتي ما ردوش عليا، يعني ما فيش اي رد ان انا اروح اتصور. طب بصي اخت مريم، اهم شيء اهم بدايه انك تقدمي حياتك للرب. ممكن تصلي معايا علشان الرب يدخل القلب والحياه ويغير. صلي معايا، قولي له يا رب يسوع، يا رب يسوع، أدعوك بالإيمان، أدعوك بالإيمان. أنا مش سامع حضرتك، الصوت واطي خالص. طب قولي يا رب يسوع، أدعوك بالإيمان، لو أنت سامعاني، تدخل قلبي، تغير حياتي، تعطيني حياة جديدة. بنصلي يا رب لأجل خلاص الأخت مريم، وشفاء الكبد، وشفاء كل مرض، ولأجل ابنها شفاء ورم المخ والنظر والبصر وكل التأثيرات، وإنك يا رب تكون رب وسيد ومخلص، وهي وأهل بيتها يعرفوك من الكبير للصغير. آمين. آمين في اسم المسيح. ألف سلامة لك يا أخت مريم، بنكمل صلاة من أجلك. وأيضا معانا الأخ بخيت من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. أهلا بيك، تفضل حضرتك. أهلا بيك، سامعينك، تفضل. اهلا بحضرتك. اهلا بيك، اتفضل. عايز حضرتك تشيك تصلي من اجل عينيا، لان عندي ميه كده على عينيا. ايوه. وعيني عايزه ارفع عدسه، زرع عدسه، والدنيا ملخبطه معايا شويه كده. طب اخ بخيت، تحب تصلي الاول تاخد يسوع نصيبك ورب ومخلص على حياتك، يدخل القلب والفكر والحياه ويغيرها اول؟ أمين. قل له يا رب يسوع، يا رب يسوع، أدعوك بالإيمان، أدعوك بالإيمان، تدخل قلبي. أمين. تدخل قلبي، تغير حياتي، تغير حياتي، تعطيني حياة جديدة،
تهديني حياة جديدة بدم يسوع، بدم يسوع، وتشفي البصر والعين، وتشفي النظر والعين، وتعطيني بصر جديد، وتعطيني بصر جديد، وبنورك أرى النور. وبنورك أرى النور. أمين. أخويا الحبيب، أنا أدعوك كل يوم تاخد وقت مع ربنا، تقرأ جزء في الكتاب، وتصلي وتطلب وجه الرب، وجهه يسير أمامك فيريحك. مبروك عليك السما أخويا بخيت. أمين. فاسم المسيح الكتاب بيقول أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. أنت أمين. ابن الله بقبولك أهلو. لملكوت المسيح على حياتك. أمين. ربي يلمسك ويشفي نظرك، وفي اسم المسيح ترجع صحيح. احنا معانا ايضا اتصال من الاخت نيفين من لندن. اهلا وسهلا بحضرتك. الو، سلام المسيح اخت ليديا، الرب يباركك. يباركك الرب حبيبتي، اهلا بيكي. ربي يباركك ويبارك حياتك والبرامج الجميله جدا المشاركه بتقدمها لنا. ثانك يو حبيبتي، الف شكر حبيبتي، شكرا للرب. وسلام المسيح للاسيس اليكس، الرب يباركك ويبارك حياتك يا اسيس اليكس. يباركك اخت نيفين، احنا منتظرين اتصالك الجميل ده، وربنا يبارك خدمتك في لندن والعالم اجمع. ثانك يو سو ماتش. وانا عندي اختبار جميل جدا سيس اليكس، زي ما قلت لحضرتك، ومعجزه جميله جدا هللوي. جدا حصلت. معجزه كبيره كبيره واختبار. انا عايز اقول ان اللي حصل ان انا بخدم عابرين في العالم كله، وفي يوم من الايام اتصل بيا اخ مبارك، يعني اللي داعي لذكر اسمه ابن الرب، وقال لي ان هو محجوز في المطار ومسجون، يبكي يبكي يبكي، واتأثرت جدا جدا، وقلت له ممكن اعمل ايه؟ طيب اساعدك. قال تصلي من اجلي. قعدنا نصلي 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 في التليفون. طلبت الاسيس اليكس مره واثنين ثلاثه، وهو الاسيس اليكس رجل مبارك جدا 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 وانسان تقي، بتصل بيه صبح ليل بيرد على التليفون، التليفون عندنا 24 اور، بيشهد قد ايه هو انسان عظيم مبارك. الرب يباركه ويبارك حياته ويبارك عيلته واسرته. المهم يعني قعدنا نصلي وطلبنا صلوات من على مستوى العالم للشخص ده لابن الرب. وبعدين ما اتصلت بيه تاني، قلت له عامل ايه في السجن في المطار؟ قال انا سعيد جدا، كل يوم باكل وبشرب ووز وبط وفراخ. قلت له ايه ده كله؟ ده انت بتاكل اكل احلى من اللي انا باكله، ده طايمه. قعد يضحك وقعدنا نضحك مع بعض. وبعدين بعديها بالظبط الثلاث ايام خرج من المطار، ومفاوضات الامم المتحده بيقولوا لحد عنده هللويا، وقالوا له كده، بصوا له كده، قالوا له ايه الحكايه دي؟ انت انسان شخص محبوب جدا جدا، مفيش حاجه كده لله. ده احنا واحنا قاعدين في المكتب دايما تكون في حاجه متقله على قلبنا ان احنا نروح المطار ونتكلم معاك. احنا عمرنا ما بنروح المطار لاي حد، اللي عايزنا بيجي لنا، واللي عايزين الابلكيشن فورم يجي لحد عندنا، والموضوع ده بياخد وقت. لكن انت احنا الامور كلها هتتسهل، وهنخرجك النهارده من المطار وهتروح على اوتيل وهتقعد وهترتاح، وهنشوف الامر، هنبت في امرك بسرعه بسرعه. وتاني يوم اتصل بيا تاني، قال خلاص ادوني الوثيقه وعملوا لي لجوء في دوله من الدول، لسه ما تحددش الدوله ايه، بس كله تمام كده. واشكر الاسيس اليكس، وانا بشكر الرب من اجل الاسيس اليكس ومن اجل صلواته ومن اجل المعجزه الجميله دي اللي حصلت. ثانك يو سو ماتش. صحيح صحيح. انا مشغوله اصلي اشكر الرب معاكي اختي نيفين. يا رب انا بشكرك لأجل خدمة العابرين يا رب في العالم أجمع، والآيات والعجائب اللي بتصنعها مع إخواتنا وأخواتنا العابرين يا رب. أذكر أخونا المحبوب وأيده بالقوة. نشكرك يا رب لأنك أخرجته من الاضطهاد ومن الحبس ومن الجوع. زي ما بتقول كده، توبوا وارجعوا لتمحى الخطايا، وتأتي به إلى أوقات الفرج. بارك حياته ومستقبله والهجرة للدولة اللي هو رايحها، وافتح أمامه الأبواب. وبارك الأخت نيفين في خدمتها المضحية جدا لربح العابرين والعابرات. أمين أمين في اسم المسيح. حقيقي يعني أنا قد إيه مبسوطة وحضرتك بتحكي يا أخت نيفين لأجل أخونا دوت، قد إيه الرب فعلا هللويا فتح أمامه فعلا الأبواب، وفعلا كسر أمامه المغاليق النحاس، وفعلا قد إيه إلهنا صالح، قد إيه إلهنا فعلا يصنع حسنا في وقته. فعلا الصلوات، فعلا أعزائي المشاهدين الصلوات بتعمل معجزات، مازال إلهنا بيعمل معجزات، مازال بيمد إيده بيشفي، لكن أيضا كمان مازال بيخرج من الحبس ومن السجن. إلهنا قادر قدير جدا جدا، نعظمه ونمجده ليه كل المجد. إحنا معانا اتصال من بنت الرب من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك. عفوا، فقدنا الاتصال. بنت الرب من فضلك اتصلي بينا مرة أخرى. معانا الأخت أمل من مصر. أهلا وسهلا بيكي حبيبتي.
لو سمحت عايز كل اجل جوزي عند الفقرات الفقرة الرابعة والخامسة ودراعه منمل والضغط عالي والسكر عالي. هو موجود جنبك؟ منمل. هو موجود؟ هو موجود جنبك. طيب ممكن تصل له معايا صلاة الرب يدخل البيت النهاردة؟ يخلص له الورق. طيب احنا عاوزين الورق ألو؟ السماوي الأول، تصلوا معايا تاخدوا الورقة السماوية اللي فيها الاسم مكتوب عليه خلاص بدم يسوع، تصلوا معايا. هصلي معاك أمين. قولوا يا رب يسوع، يا رب يسوع تعالى ادخل قلوبنا. أمين. تعالى ادخل قلوبنا وبيتنا وبيتنا وحياتنا. استلمني أنا وزوجي والأولاد. استلمني أنا وزوجي والأولاد. ونؤمن يا رب. ونؤمن يا رب. بشفائك لزوجي. شفائك لزوجي. من التنميل وكل مرض وكل إعياء. آمين. من التنميل وكل مرض وكل إعياء. تابعوا البرامج مع قناة الكارما وخلي في مذبح عائلي واقرأوا كلمة ربنا مع بعض وصلوا مع بعض. والرب يجيب الورق المفقود. أمين. في اسم المسيح ألف سلامة لزوجك، وإن شاء الله نطمن عليه هو أيضا والورق يجي في اسم المسيح. نشكرك قوي أخت أمل. ومعانا بنت الرب من مصر رجعت لنا تاني، أهلا وسهلا بحضرتك. ألو. أهلا بيكي حبيبتي، تفضلي. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي. أنا أتسألك. أهلا بنت الرب. كان عندي طلبة صلاة. تفضلي. قطع الخط ولا ظاهر فقدنا الاتصال. طيب من فضلك طيب من فضلك كلميني مره اخرى حبيبتي لطلبه الصلاه. الرب عارفها. امين. ان قدرت تصلي تاني او ما قدرتيش، يا رب انت عارف في قلب بنت الرب وانت سامع الصلاه. اليك ياتي كل بشر، كل شخص سمحت الظروف ان يتصل او بيرفع قلبه امامك الان. نحن نثق ان السماء مفتوحه واستجابات سريعة إيجابية في الحال، زي ما تكلمت الأخت دولة، شفاء وتحرير وقوة وتسديد لكل احتياج. أمين في اسم المسيح. أمين. إحنا معانا بنت الرب من مصر، بنت الرب تاني، ولاد الرب كتير في مصر. أهلا بيك حبيبتي. كتر. أهلا بيك يا بنت الرب. ألو. أهلا بيك حبيبتي، تفضلي. ألو. اتفضلي، احنا سامعينك كويس، حالك معانا على الهواء، اتفضلي حبيبتي. ايه انا عايزه طلب صلاه من اهل بابا. ماله بابا حبيبتي؟ الو. من فضلك اسمعينا من التليفون، وطي التلفزيون. ايه ماشي. انا عايزه طلب صلاه من اهل بابا. بابا عنده كانسر في البنكرياس. الف سلامه ليه. امين. هو موجود معاكي جنبك؟ لا مش جنبي. طيب وانت قابلت الرب سيد ومخلص وملك على حياتك، ولا تحب تصلي تاخدي يسوع نصيبك؟ تحب تصلي يسوع يدخل حياتك النهار؟ ايوه. الظاهر في مشكلة في الصوت. يا رب احنا بنصلي لاجل الاب، يا رب بنصلي لاجل خلاصه اولا وشفائه ثانيا، انك تلمس يا رب السرطان، كل مرضى السرطانات يا رب اللي موجودين خلف الشاشة او بيشاهدونا من كل انحاء العالم. بنصلي الان يا رب انه تخرج قوة في كل الشاشات، في اوروبا، في استراليا، في امريكا، في افريقيا، في الشرق الاوسط، وفعلا يا رب يشهد الجميع بكم صنعت بهم ورحمتهم. نحن يا رب نأتي الى سماء مفتوحة، نأتي إلى قلب عرش الله بكل ثقة وبكل يقين أنك تأمر فيكون، وأن كلمتك يا رب تذهب خارقة إلى مفارق النفس والمفاصل، مميزة أفكار القلب ونياته، منقية من كل سرطان، من كل مرض خطية، من كل عبودية لسجائر، لمخدرات، لكحولات. نؤمن يا سيد الرب أن كلمتك تخرج بقوة عبر كل الشاشات الآن، وشعبك يختبر خلاصك الكامل يا رب الذي قلت عنه على عود الصليب قد أكمل. آمين. آمين. آمين في اسم المسيح. مصدقين أن الرب الآن فعلا يشفي، الآن يحرر. الرب يسوع ما زال موجود، هو أمس واليوم وإلى الأبد.
احنا معانا اتصال من ميتشيغن، معانا الاخت ماريا من ميتشيغن. اهلا وسهلا بحضرتك. سلام المسيح معاك اختي ليديا. ربي سلام المسيح معاك. ربي يباركك، ربي يبارك حياتك. شكرا. الو، اهلا اختي ماريا. سامعينك حبيبتي، تفضل. هل تسمعوني؟ نعم طبعا سامعينك كويس. ربي يباركك اختي ليديا ويبارك خدمتكم، يبارك ويعطيكم النعمه والبركه يا رب. امين. سلام المسيح معك قصيد عليك. ربي يباركك. ربي يباركك. يباركك. يبارك. قصيد عليك. أنا بتعرف مبارح بالليل آخر أي. وقت بعثت لك مسج، ومثل ما قالت الأخت يعني أي. في أي لحظة حتى من ليل متأخر أي. أتصل فيك وترد علي بسرعة. أنا أحب الناس. أنا نشكر الرب من أجلك، من أجل هاي الخدمة. ربي يبارك حياتك. يبارك حياتك. أنا عندي طلبة الصلاة 2 وعندي اختبار كمان عظيم من شهرين. طب فرحينا بالاختبار، حابين نسمع. فرحينا الاختبار وبعدين هنصلي للطلبتين. أكيد أكيد. تفضل. طبعا من شهرين كان عندي قريبي وفي سان دياغو مصاب بكورونا، ووقتها صليت له. أي. كان معاك وأختي مرفت، يمكن كان له أختي سلوى. سلوى. الأخت سلوى. نعم. صحيح. نعم. أي. فكان وكنا نحكي معه واتصل ما يقدر ويحكي، يعني تقريبا شبه مشلول. واو. كان ابد ما يقدر يمشي، يخلون يعني قدمي ابد ما يقدر يحرك، ضربت على رجليه يعني. واو. كثير كانت قويه. ايوه. الشهر هو في المشفى علاج. ايوه. بعدين رجع على البيت، وكمان كله ثيرابي، بيجوا دكاتره على البيت وثيرابي وما اعرف ايش يعني. بعدين كل ما اتصل ما بيردوا، فكان كثير زعلانين وما بيقدروا يحكوا. اي. قبل 3 ايام اتصلوا فيني. وانا تفاجأت، يعني هو بنفسه حكى معي. اي. قال لي اختي ماريا. قلت له نعم. هو قريبي طبعا، قريب بابا. قال لي انا شمعون. قلت له اهلا وسهلا، نشكر رب يسوع. انت عم تحكي؟ قال ايه، انا الحمد لله والشكر. هللويا. الرب. نعم. أمين. اللي أنا أشكر الرب من أجل صلواتكم، وأنا خفيت بالتمام تمام شامل. الرب. أمين. يعني كان إنسان طبيعي، وقلت له افتح كاميرا مشان أشوفك. قاعدين وعم يضحكوا وعاعدين على الطاولة وهو أولاده. هللويا. نعم. كل فرح. فنشكر الرب من أجل هالاختبارات العظيمة، لأنه الرب يسوع عظيم. مجد. عجيب باختباراته وبالشفاءاته. نعم. هللويا. شكرا. دايما بتشجعينا انت، يعني مدرسة اختبارات دايما كده. الخبر الطيب من ارض بعيدة، اللي هو زي المياه لنفس عطشانة، مياه باردة لنفس عطشانة. تفضلي طلبات الصلاة. هاي صارت 8 قصيتانك. احنا عندنا 10، وبعدين هنبدأ سلسلة جديدة ب10 معجزات تاني. نعم يعني أمين ربي. عشان نحب 10 على 10. نعم. هللويا. تفضلي. تفضلي. امين. بعدين عندي طلبه الصلاه من اجل ابن اخو مرت اخوي. أي. هو في بلجيكا بروكسل. أي. قبل يومين. هو تقريبا عنده 35 سنه. فهو ما في شيء ابد ولا مريض، واعمل طوله. واعمل طوله. على الارض مرمي. يعني وعى مثل يعني شبه ميت. يا ساتر. خبروا الاسعاف واجا واخذوه. بعدين قالوا له هذا صار ضربة الصرع في الدماغ. صرع. ضربوا الصرع في الدماغ. وقفوا الكلاوي. اثنيناتهم فشل الكلوي، يعني وقفوا الكلاوي تماما. واو. اخذوه على المشفى. ايوه. قالوا له هلا بالمشفى. قبل شيء ساعتين ثلاثه انا اتصلت. قالوا عملوا له غسل الكلى، وهو في المستشفى في بروكسل. ايوه. والباقي خليها على الرب يسوع، يعني على الله. امين. قلت لهم اوكي انا راح اتصل ونصلي، وراح نصلي لكم ونصلي. أمين. واتصل بكرمه واسال يصلي من اجلكم. انا متاكده الرب يسوع راح يعمل مجموعه كبيره هذا اليوم. عظيم ايمانك. الرب يبارك ايمانك حبيبتي ويكرمه. والطلبه الثانيه؟ الطلبه الثانيه تعرف انا من يوم الخميس السبت الماضي. اي. انا ضربت الفاكسين، اخذت الفاكسين. اي. وبعدين نفس الوقت انا كان عندي كورونا وما بعرف. اي. الرب يحميك. كان عامله تحليل. بعدين بعد يوم السبت اخذت الفاكسين يوم 3. اي. اتصلوا فيني قالوا عندك كورونا. لا في اسم يسوع نصلي. يومين انا كثير كثير تضايقت وكثير تاثرت فيني، ومن الرجفه ومن
يعني كمان ضربوا على رجلي وعلى جسمي عظامي كله، يومين أنا في حرارة وفي ورجفة ومو طبيعي. أصلي لك حاضر، نشكرك يا رب لأجل أخت ماريا، ونشكرك يا رب من كل القلب لأجل اختبارات الشفاء العظيمة، الأخ اللي كان مشلول وقام، والأخ اللي كان مريض والمرض ضارب في جسمه من رأسه الأخمص قدميه. بنصلي يا رب لأجل أخونا في بروكسل إنك تقيمه وتشفي من الفشل الكلوي وتعطيه كلى جديدة ونعمة جديدة أمامك. أختنا ماريا إلمس جسدها يا رب، لا للكورونا، بننتهر كل الفيروس عن كل مريض، حتى لو خدت الفاكسين يا رب تعدي الفترة دي بسلام، وفعلا تبرئها بالكامل وتشهد كالعادة بكم صنعت بها ورحمت. آمين 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 في اسم المسيح. الرب يلمسك لمسة شفية الآن، واثقين أن الرب فعلا بيزورك الآن وبيلمسك، واثقين جدا يا أخت ماريا أنه دي تضاف لقائمة المعجزات الكبيرة قوي اللي الرب بيعملها في ما بينه. احنا معانا اتصال من بنت الرب من مصر. أهلا وسهلا بيكي. اهلا بيك يا ماما. اهلا بيك حبيبتي، تفضلي. انا طالبه طب الصلاه يوم من قصه الف. امين، تفضلي. عندي حروب عدو الخير مش عارف قطع، فقدنا الاتصال. طيب يا رب ندع بنت الرب وكل شخص عليه حروب روحيه وحروب نفسيه وحروب جسديه، بنقف امامك في الصغر. انت بتدور على رجل يقف في الصغر لاجلهم ولم تجد، لكن احنا بنقف باسم الرب يسوع الاله القادر ان يصنع اكثر جدا مما نطلب او نفتكر بحسب قوة الروح القدس. ارسل قوة لاختنا وكل شخص يا رب عليه حروب نفسية، عليه شكاية من العدو، باسم الرب يسوع تنظر لكل تهديد وتمنح عبيدك يتكلم بكلام الله بكل مجاهرة. افضل شيء في الحروب الروحية اني افضل اتكلم بكلمة الله، وما نصدقش خداع العدو ولا ابليس ولا حيله، لكن هم غلبوه بدم الخروف والكلمة. ان انا بكلم قوة الدم وقوة الصليب وقوة كلمة الله، وما خافش من الموت، لم يحبوا حياتهم حتى الموت. امين في اسم المسيح. احنا معنا اتصال حضر الاسيس من الاخ صفوت من مصر. اهلا وسهلا بحضرتك الاخ صفوت، اهلا بيك. يا ترى الأخ صفوت معانا لسه؟ الأخ صفوت من مصر، أهلا بحضرتك، لو سمعنا من فضلك اتكلم. سمعنا من التليفون. أهلا أهلا بيك أخ صفوت. سمعنا من التليفون، وطفي التلفزيون أو وطي الصوت. وفي الغالب أخ صفوت حضرتك معانا؟ في الغالب هو معانا بس يمكن مشكلة. أهلا بيك أخ صفوت. طيب من فضلك حضرتك كلمنا مرة أخرى، هناخد اتصال لحضرتك. احنا معنا أيضا الأخ بخيت من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك. عفوا فقدنا الاتصال من أخ بخيت، من فضلك اتصل بينا تاني. معنا بنت الرب من أستراليا، أهلا وسهلا بحضرتك. ألو صباح الخير. صباح النور، صباح يسوع، أهلا بيك حبيبتي. سلام المسيح معاك يا اخت ليديا، والرب يباركي. وسلام المسيح مع القسيس رجل الله المبارك. اهلا بك، الرب يبارككم ويحميكم ويحرسكم. امين وحبيبتي وانت كمان يبارك فيك الرب. تفضلي. الو الو قسيس، انت مبارك، واحنا يعني الحمد لله والشكر، انت دائما دائما صلواتك من الرب مقبوله باسم الرب يسوع. كل المجد. امين صحيح. قسيس عندي طلبتين صلاه من اجل بنتي مريم. ايوه. عندها اكياس بالكلى. وصار قد تروح وتجي، يعني بعد صغير، وعندها اطفال اثنين صغار. عندها ايه بالكلى يا سيس؟ وهي كلش يعني تعبانه هي. حاضر. هاي الطلبة. والثانية تعرف انت دائما تصلي للثناء النوم بعد وضع تعبان. ثناء بتقول ثناء ثناء بتصلي ماشي سنة. حاضر. أمين. نصلي يا رب لك. تعرف الوضع ماله، انت من صليت لو طلعت وخلصت من السجن كان بوقت من جيت لاستراليا. الرب يبارك. هاي طلبتين الصلاة. امين يا رب بنبارك. الرب يقويك شكرا ويعطيك الصحة.
أمين. نباركك يا رب لأجل أحبائنا في أستراليا وعمل الرب في أستراليا. بارك مريم يا رب، أنت تخلق يا رب من العدم، بيك ولك الكل قد خلق. نسألك أن تخلق قلة جديدة لها وتبارك سناء، ونشكرك يا رب على خروجها من السجن وقت نهضات أستراليا. كمل معاها بكل قوة، لاشي كل اضطراب، اذكر كل شخص عليه قضية وبرئه وطلعه براءة في اسم يسوع، في اسم المسيح الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. احنا معنا الأخ وائل من الكويت، من السويد. أهلا وسهلا بحضرتك أخ وائل، أهلا بيك. سلام ونعمة يا سيد أليس. سلام ونعمة حبيبك، أهلا بيك. أنا عاوز أكلمك عن اختبار لي أنا شخصيا. كنت أنا عندي مرض في القلب، أي، وكان صعب ان انا اخد دور الكورونا، وانا بشتغل في مطعم وبتقابل مع ناس كتير. ايوه. وجالي صوت في ودني، صوت الرب، وقال لي هو ذا حافظك الى اسرائيل. ايوه. واو. واتعرض اكتر من واحد جنبي للاصابه، وانا كنت مخالف ليهم، وكان بالطرق العلميه المفروض ان انا اخد الاصابه. ايوه. والحمد لله نشكر ربنا ما حصلش اي اصابه، وزي ما هو ربنا بعت لي الصوت في وداني وقال لي هو ذا حافظك الى اسرائيل، الرب حفظني. هللويا. الموضوع الثاني اللي عايز اكلمك فيه، انا كنت كلمتك قبل كده ان بنتي ما معهاش اقامه واحنا في السويد هنا. ايوه. وكنت انت قلت لي جمله انا كنت معترض عليها، قلت لي انا ربنا حاطط على قلبي ان انا اصلي ان يجي لها عريس. فانا اعترضت وقلت لك لا، اللي هي صغيره وهي مش صغيرة قوي، حتى الأخت اللي مع حضرتك قالت لي إنها يعني مش صغيرة، وهي اليومين اللي فاتوا جالها واحد ابن ربنا من السويد، هو سويدي. أي. وإنسان ابن ربنا، وهي بتروح الكنيسة وبترنم وتسبح، وهو كان بيصلي من 3 سنين إن هي تشوفه وتوافق بيه. واو. فيعني صلاتك مباركة وانت انسان مبارك، وانا يعني اشهد بكده، وربنا يخليك ويديك الصحه. ربنا يباركك اخو صلاتك، وانت كان ربنا حاطط على قلبك ان انت تصلي لها عشان عريس، وانا كنت معترض ما اعرفش ليه ساعتها، لكن دلوقتي الموضوع قبلته ومشي يعني. هللويا. الف مبروك، اكمل لها الف مبروك. انت خليت الحلقه افراح النهارده. صحيح. ولو اعرف ازغرط كنت زغرط. الف بركه يا ربنا يخليك. والواد ابن ربنا خالص، وهو كان بيصلي وهادي وكويس خالص، من نفسك نسيتها كنت اسمها هنا ليفرز اورد، اللي هي كلمه الله هنا في السويد، وهما الاثنين بيسبحوا، وهو يعرف ربنا كويس، يعني جواز وخدمه وتسبيح وافراح سماويه. هللويا. الرب اعطاها كامله غير منقوصه نتيجه الصلاه. اسيس انت كنت بتصلي وهو كان بيصلي ربنا، وانت بتصلي ربنا حط على قلبك، وهو قال لها ان انت نتيجه الصلاه بتاعتي صلاه 3 سنين، وانا كنت متصل بيك من حوالي من سنه ونص، كنت بقول لك على موضوع الاقامه بتاعتها. الصلاه اطلقت البركه الطريق قدامها، وربنا يحط ايده. هو هنا مش بيدوا الاقامه على الجواز، لكن احنا بنقول انها شقت حياتها، لانها كانت يعني مكتئبه شويه وكده، وشايفه ان هي ما بتنزلش، وانت عارف اللي معهوش اقامه طبعا بيبقى طبعا صعب شويه عيشته في البلاد. النقطه الثانيه عايز اقولها لك، احنا دلوقتي بنجدد الاقامه للورقه الاخرانيه. ايوه. والمسؤوله بعتت طلبت شويه طلبات، اللي هي المسؤوله اللي هي الاوفيسر بتاعتنا. ايوه. ولسه ما ردتش علينا، واحنا خايفين خالص، لان لا ما تخافش، بيراجعوا الورق بطريقه اللي بدأ العمل هيكمل يعني. ما تخافش يا رب. أنا بشكرك لك لأخويا وائل، وبشكرك لأن الحلقة دي مميزة، حلقة أفراح، حلقة شفاءات، حلقة آيات وعجائب تتبع المؤمنين كوعدك القائل، وهذه الآيات تتبع المؤمنين. نشكرك يا سيد الرب. أنا واثق أنك هتملأ قلب الأخ وائل اللي بيؤمن بكلمتك والنبوة من خلال الهوى، انك يا رب فعلا الاوراق توصل بدون اي مماطله وبدون اي تعطيلات، لان ابنائك مميزين مش زي العالم، لا دول ملوك وكهنه لله. الرب يقول لك ما تخافش اخويا وائل، وزي ما خدت المعجزه الاولى وصدقت كلمه الرب، اللي بدا العمل هيكمل اقامه، وهتتكلم وهتشهد في اسم يسوع. امين في اسم يسوع. الف مبروك يا اخويا وائل،
واحنا على فكره مش بنستعجب ان ربنا بيعمل معجزات، لان الهنا اله المعجزات طبيعي. احنا بنستعجب من اللي بيحصل في المعجزه، لانه الهنا خلاق في المعجزات، يدهشنا. مش بيعمل هو نفس السيستم، لا هو الهنا خلاق كرييتيف جدا في المعجزات. فنشكر رب جدا لاجل انه هو الرب فعلا الهنا اله صالح. احنا معانا اتصال من الاخت انجيل من مصر. اهلا وسهلا بحضرتك الأخت أنجيل معانا على الهواء، أهلا بيك الأخت أنجيل. ما زالت معانا الأخت أنجيل؟ طب من فضلك عشان عندنا اتصالات كتير، من فضلك كلمينا مرة أخرى، هناخد اتصال حضرتك. معانا أيضا الأخت أنجيل من بوسطن. أهلا وسهلا بحضرتك. من فضلك اسمعينا من التليفون، من فضلك واطي التلفزيون، اطفي التلفزيون دلوقتي، من فضلك واطي التلفزيون واسمعينا من التليفون. اهلا بيكي، اهلا بحضرتك، من فضلك واطي التلفزيون واسمعينا من التليفون. يا انا سامعاكي كويس، اطفي التلفزيون دلوقتي كويس. بس او اسمعيني، من فضلك واطي التلفزيون واسمعينا. ايوه سامعين حضرتك، بس من فضل حضرتك واطي التلفزيون واسمعينا من التليفون. طب اكلمك في ايديها واحد. طيب ظهر فقدنا الاتصال. معانا بنت رب من ميتشيغن، اهلا وسهلا بحضرتك. انا بكلمكم من ميشيغان. ازيك يا اسيس؟ اهلا بنت الرب، اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا فيكم اختي ليديا، ان شاء الله تكونوا كلكم كويسين وطيبين، يا رب يحفظكم. ربي يبارك. وانا دايما اتفرج، يعني اي واتش يور شو، انا يور فانز جايز. انا عندي مشكله، عندي ابني مر مع باباه في مشاكل كثيره قوي، ودلوقتي عنده حاله نفسيه، يعني هو مش صغير، كبير قوي ومتجوز وبقاله 14 سنة وعنده عيال اثنين، بس دايما يحاول لما بيمر كده حالة نفسية مش كويسة يحاول يوجد أي عذر أي حاجة عشان يفش، زي تقولي كده، يعني أنه يزعل مراته ويزعل عياله عشان هو يحس أنه كويس، بيعمل زي باباه بالضبط. سو النهاردة كان زعلان مع مراته، هو أصلا يعني مش هي السبب، كان عنده كده شغل مع حد تاني من أهلها، وعشان التاني ما عملش اللي هو كان عاوزه زعل مع مراته، مش عاوزها تروح لأهلها عشان تزورها، وقال لها أنا لو جيت هنا يعني I'm gonna embarrass you in front of you. نصلي الرب يديله قلب جديد، ما فيش غير أن الرب يديله قلب جديد وحياة جديدة إن شاء الله. أمين. يا رب. أمين. أنا صدقني السيس أليكس، أنا كنت برا، يعني كنت بصلي له يا ربي يهدي سرهم، يا ربي يجمعهم، بس مش عارفة أعمل له إيه، يعني مش قادرة كمان أتكلم معه. نطلب الرب، ما فيش أسلوب بشري بينفع غير تدخل الرب. نشكر ربنا، يا رب احنا بنتحس. صلي لو سمحت. صلي أكيد. بنطلب يا رب لأجل كل ابن متمرد، كل بنت يا رب محتاج ليسمع صوتك ومحتاج يطيعك. يا رب احنا مش بنقدر، أنت لوحدك يا رب اللي بترد قلوب الأبناء للأباء، وبترد قلوب الزوج للزوجة. يا رب ليس لينا، لكن تنازل، أعطيه قلب متواضع ليكون متواضع القلب مثل يسوع، وأعطيه طبيعة جديدة تقبل الآخر وتقبل يا رب الحياة الجديدة التي يتغير من خلالها، والطباع السماوية التي تجعل يا رب يحب الجميع ويكرم الجميع ويتصالح معه. أمين في اسم المسيح. أعزائي المشاهدين، هنستكمل طلبات صلواتكم وأيضا كل المكالمات، عندنا مكالمات كتيرة قوي قوي بعد الفاصل، لكن دلوقتي معادنا مع الترنيمة، فرنموا معنا وابقوا معنا. أحب فادينا العالي،
محققا كل المنى، حب عظيم قد سما عن كل حب في الورى، أحب فادينا العلي محققا كل المنى. من فرط حبه لنا عنا صليبه اعتلى، من فرط حبه لنا عنا صليبه اعتلى. حب عجيب قد علا بلا حدود داعية، أسرى الردى عجيب قد علا بلا حدود داعية، أسرى الردى جميعه بلطفه مناديا. بذلت بالحب دمي، ما رد حبي يا ترى؟ بذلت بالحب دمي، ما رد حبي يا ترى؟ هل تفتحن قلبك لمن أحب أولا؟ تعطيه أغلى ما لك، تهدي عمرا كاملا. هل تفتحن قلبك لمن أحب أولا؟ تعطيه أغلى ما لك، عمرا كاملا. نظير ذا الحب الذي لأجلك تقرد، نظير ذا الحب الذي لأجلك تقرد. حب عظيم قد سمع عن كل حب في الورى، لأنه ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبه، لأنه أحبك وأحبك وأحبني، الذي أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا، أنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل، ونرحب مرة أخرى بضيف الحلقة، رجل الله، رجل الصلاة، القس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك. ومعانا اتصالات الحقيقة من قبل الفاصل. أهلا بك. في الحقيقة الأخت هنا من مصر فقدنا الاتصال بيها، من فضلك اتصلي بينا مرة أخرى، هناخد تليفونك. معانا أيضا الأخت سحر من ميتشيغن. أهلا وسهلا بحضرتك الأخت سحر، أهلا بيكي. ألو. أهلا بيكي حبيبتي، اتفضلي. ألو، مرحبا أخت ليديا. مرحبا بيكي حبيبتي. سلام المسيح معاكي.
مع روحك يا روحي. اهلا بيكي. اتفضلي. الو اتفضلي. سامعينك يا حبيبتي، سامعينك. اتفضلي. مرحبا اخت ليبيا، اهلا بيكي حبيبتي. سلام المسيح معاكي ومع روحك. اهلا بيكي، اتفضلي. انا عاوزه اتكلم مع القسيس اليكس. بكل انا معك. ومعك. سامعك حبيبتي. مرحبا قسيس اليكس. مرحب بيكي اختي، اهلا بيكي. انا عاوز منك طلبت صلاه قسيس اليكس من اجل اخوي سامر النمري. ايوه. أخوي سامر مصاب بالكورونا، صار له تقريبا شهرين بالمستشفى. ألف سلام. مصاب بالكورونا، بالآي سي يو محطوط، حاطينه على الفنتوليتر، ومصاب بالكورونا وتعبان كثير. ألف سلامة حبيبتي. صلي. ألف سلامة. الله يسلمك. صلي له. ومحتاج لزرع رئة. وتعبان كثير. وبدي منك طلبة صلاة قوية كثير، وأنا دائما بسمع لكم. حبيبتي. وبدي منك طلبة يا قسيس أليكس، طلبة صلاة منك. وبدي الرب يتمجد. صلي له. حاضر. بارك يا رب الأخ سامر. بترجاك يا قسيس أليكس. بصلي. حاضر. بنصلي يا رب لك لأخونا سامر النمري. ربنا في اسم الرب يسوع، أنت قادر رب أنك تزرع أنت رئة جديدة يا رب. بصلي لأجل كل المرضى يا رب اللي في الآي سي يو، اللي عندهم الأكسجين يمكن 50-40 أو منعدم. يا رب اخلق رئة واخلق قلوب جديدة. أيضا يا رب بنذكر أمامك القس مودي جرجس الذي خدمك في مصر بكل أمانة، وهو في العناية المركزة الآن في مصر في هليوبلس. المس يا رب لمسة شافية، لأنه رجل الله بحق. كل المرضى يا رب، أو أي حد دلوقتي بيقف لأجل مريض، أخ أخت ابن ابنة قريب قريبة، بنثق يا رب أنك سمعت واستجبت وأطلقت الكثيرين من نير ومرض وعبودية الكورونا في اسم المسيح. في اسم المسيح الرب يتمجد أختي سحر، وفي اسم المسيح يقوم أخوك بالسلامة. احنا فقدنا الاتصال من الأخت أنجين من مصر، من فضلك كلمينا مرة أخرى. لكن معنا بنت الرب من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك بنت الرب، أهلا بيكي. ألو. أهلا بيكي حبيبتي، تفضلي. بتذكري أختي ديا. أهلا بيكي حبيبي، أهلا بيكي، تفضلي. ألو. سامعيني كويس حبيبتي، اتفضلي. هل عندك طلبة صلاة او حاجة؟ ازيك حضرة القسيس؟ اهلا بنت الرب. اهلا بيكي. اهلا وسهلا. ازيكم يا سفراء المسيح؟ الرب يبارك. الحمد لله. ربنا يبارككم ويستخدمكم يا رب. امين. كمان بطلة في المسيح. طبعا انت حضرتك بتحكي عن الاختبارات والشفاءات والدنيا دي. ايوه. انا يسوع شفاني من القسطرة. يسوع شفاني من كنت هركب مفصل. يسوع عيطت قدامه، قلت له انت صنعني وجابني. مش معقول تكون صنعني وجابني واركب ركبه صناعيه. شفاني. وكل يوم بيعمل اختبارات وبيعمل حاجات عظيمه مع ولاده. لان احنا فعلا صنع دي. صحيح. من فضلك يا قسيس أليكس، أنا عايزة طلبة لواحد قريبي خد 40 حقنة حقد حيوي، وصل له حاجة في الكبد. أيوة. وبعدين له غيبوبة اللي هي الكبد. الأمونيا بتاع تعبان جدا. أيوة. فلو بس حاضر. ليو في الكبد خد 40 حقنة مضاد حيوي. تحب تقول اسمه؟ عليه. فمن فضلك يا قسيس أليكس تصلي له. ماشي. واسمه عاطف. حاضر. ومن فضلك يا طلبة عايزة الله يدي المايكل ابني هدية من عنده ارتباط. أمين في اسم المسيح. شكرك يا رب لأجل أختنا وشهادتها يا رب أنك خلقت ليها مفصل جديد بدون عملية. بنشكرك يا رب لأنه فعلا كل شيء مكشوف عريان لدى ذاك الذي معه أمرنا. أنت أحسن طبيب، تعمل تشخيص وما تسيبش المريض عيان، لكن يا رب جميع الذين لمسوك نالوا الشفاء. نشكرك لأنه
انت ما عندكش اي اخطاء في التشخيص ولا في العلاج. نصلي يا رب لاجل اخ عاطف تخلق كبد جديد وتوقف يا رب احتياجه لاي مضاد حيوي في اسم الرب يسوع الان. يا رب كل مريض تحت علاج وبياخد مضادات او ادويه هدت الجسم وهدت الحياه، بنصلي يا رب لانك انت يوجد بلسان في جلعاد وانت الرب الشافي. والابن مايكل تبارك يا رب كل شخص محتاج ارتباط بعروسك اورشليم السماويه، وتبارك كل ابنه محتاجه الارتباط بشخص يكون انسان بحسب قلب الله وراس المسيح. امين. فاسم المسيح مكتوب فيملا اليه كل احتياجكم بحسب غدره، سواء محتاج للشفاء، محتاج لعروسه، محتاج لاي شيء، الرب يملا كل احتياج. هللويا. بحسب غناه في المجد في المسيح. هو وعد كده، كل هو وعد بكده. معانا الاخ حنا من مصر، اهلا وسهلا بحضرتك. الو، اهلا بيك، اتفضل. مساء الخير، ممكن اكلم الاسيس اليكس؟ انا معاك، اتفضل اخ حنا. ازيك؟ انا الاسيس، عامل ايه؟ الحمد لله، ازيك انت؟ خدنا بركه عظيمه من جنابك النهارده يا ابونا. بركه الرب تغني ولا يزيد معاك. الله يخليك. طب الصلاه من اجل اولادنا يا ابونا ومن اجل ام كرولس. ام كرولس وابنها، اولاده ام كرولس. ماشي. مالها اولادنا؟ اولادي واولاد ام كرولس من اجل عينيها. امين. حاضر. طب انت اخ حنا جناب القسيس، والهنا اله حي جناب القسيس. امين. صحيح. امين. لان الهنا اله قوي. هللويا. كنت مرتبط مع عدو الخير وكان معاه صدق. امين. معاك. حاضر، نتفق معاك. وانا لما بدات ان انا اتخانق اكتر، بدات ان انا اصلي ربنا وبقول له يتاخدني يتوبني. الحياة يسوع أتى ليعطي الحياة، ليه بس؟ ما جاش يعطي موت يعني. دايما صحت أقول له يتوبني يتموتني، ولكن هو حنين وحن عليا كتير. طب أمين. يتوبني رجوع من أجل الخطايا اللي أنا كنت بعملها. مجد. لأن إلهنا إله حي. أمين. صح. مفيش مثيله في الكون مهما كان ولا في الآلهة. هللويا. صحيح. ايوه. اله بيبص لنا بالرحمه والحنان. نعم. امين. نصلي يا جناب الاخير ان ربنا يثبتنا في ايماننا باستمرار. امين. صلي معاك اخ حنا. ويبعد عدو الخير عن اولادنا. امين. يا رب في اسم المسيح الاسيس عايز بارك يا رب الاخ حنا. ويبعد عدو الخير. بنشكرك يا رب لاجل شهاده الحياه الابديه. لانك فعلا توبت واعطيت حياه. نشكرك يا رب لأنك أقمت من الموت إلى الحياة. نصلي حماية عليه وعلى أولاده من كل شر وشبه شر، وأن ترافق العائلة بحضورك السماوي الإله العجيب. أمين. أمين. أمين في اسم المسيح. والمسيح قال كده، أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أمين. فيا ترى هل اتمتعت بالحياة الأفضل مع المسيح؟ هللويا. هو ده السؤال المهم. احنا معانا حبايبنا، معانا الاخت نهال اولا من لندن، اهلا وسهلا بيكي. الو اختي، يا سلام، نعمه المسيح. الاخت فريال، اهلا بك اخت المباركه اليكس. اهلا بيكي اخت اليكس. عندي طلب صلاه من اجل الاخت لوسي، هي سيده كبيره بالسن ووقعت وانكسرت رجلها. ألف سلامة. وكانت العملية معقدة وصعبة، ومرة أخرى بعد فترة وقعت ونفس الرجل صار همينة انكسرت، والأطباء قالوا بأن هالمرة العملية جدا صعبة ومعقدة، وخاصة هي كبيرة بالسن، فأرجو صلاة من أجلها. وإحنا واثقين بأنه إلهنا إله المستحيلات والطبيب الشافي. شكرا والرب يبارككم. يباركك الرب يا أخت فريال حبيبتي. هنصلي. صلي يا رب لأجل لوسي في اسم الرب يسوع وكل كبار السن يا رب. يا رب. فوق 60، فوق 65، أكتر حاجة بتصيبهم مشاكل الوقوع وكسر الحوض والكسور في اسم الرب يسوع. وعدك يا رب أنهم في الشيخوخة يكونوا دساما ويثمرون. ومثل كالب ابن يفنة في سن 80 حينما قال نحن قادرون على امتلاكها. يا رب جدد كالنسر شباب كل شخص متقدم في السن، واجعل يا رب كل الجروح والكسور تلتئم.
سيك حوالين إخوتنا الشيوخ والشيخات يا رب، ليكن الكل يا سيد الرب بقوة الله محروس، وتعلن ذاتك وشفائك في أختنا في الكسر اللي عندها. أمين أمين في اسم المسيح. شكرا لك يا أخت فريال لأجل اتصالك معنا. أيضا الأخت نهال من لندن، أهلا وسهلا بك حبيبي. سلام ونعمة يا أخت ليديا، برحب بحضرتك وبحضرة القسيس أليكس، وبشكر الرب جدا من أجله ومن أجل استخدام الرب لي. فإحنا كل برنامج بنسمع شهادات ومعجزات بسبب صلاة حضرة القسيس وصدقه في الصلاة، فالرب يباركك كمان وكمان حضرة القسيس ويديك الصحة وطولة العمر. وعايزة أحييك يا حبيبتي ليديا على اختيار المواضيع المهمة، بل المهمة جدا، لأنه لا أعتقد أنه في أي موضوع ممكن نتكلم فيه أهم من موضوع الخلاص وضمان أبديتنا. وهل كل مشاهد بيشاهدنا واثق بالفعل هيقضي أبديته فين؟ لأنه رائع أن احنا نسمع عن الشفاءات الجسدية، لكن الأروع أن يكون في شفاءات روحية وناس ضمنة هتقضي أبديتها فينا. عشان كده على قلبي ثلاث نقط نفسي ناخد بالنا منهم كويس جدا. أول حاجة إن الموت ما بيستأذنش ولا بيخبط على باب الشخص، لكن للأسف ممكن يجي فجأة وبدون مقدمات وبدون حتى أمراض مدمقة، ويا ما سمعنا عن ناس نامت وللأسف ما قامتش. تاني حاجة إنه مفيش صلوات هتنفعني كشخص ميت، حتى لو أقيمت هذه الصلوات في أفخم المباني بل من أقدس القديسين. الحقيقة المرة إنه لا فرصة بعد الموت. صحيح جدا. حاجة مفيش مكان وسط بين السماء والجحيم، مفيش في الأبدية اللون الرمادي، يا أبيض يا أسود، أبيض في السماء وأسود في النار. فاتجاه الثلاث حقائق دول لازم الواحد يكون مستعد لهذه اللحظة. وعشان كده عجبني النقطة اللي حضرتك أثرتيها مع القسيس أليكس في البداية، إنه بولس الرسول عارف المطلوب. الرب يسوع المسيح ليه كل المجد، مش اكتفى بالصليب فقط، لأنه الفرق شاسع. يعني زمان لما كانوا بيقولوا عليا دينيهال دي بنت متدينة كنت بفرح جدا، لكن لما كبرت في الإيمان عرفت أنه مش حلو خالص يتقال عليا متدينة، لكن أنا أحب أن أنا أتسمى بمؤمنة. طب هو في فرق في بين الاثنين دول؟ الفرق طبعا شاسع بين الشخص المتدين والشخص المؤمن. هل صحيح بعرف الصليب وبلبسه زي ما حضرتك قلتي على صدري وبحطه تحت مخدتي، ولا انا علاقتي بالمصلوب اللي بذل حياته من اجلي وتحمل الموت عوضا عني؟ عشان كده نفسي اسيب سؤال لكل مشاهد بيشاهدنا النهارده، هل انت في المسيحية ام انت في المسيح؟ لأن الآية واضحة وصريحة بتقول إن كان أحد في المسيح مش في المسيحية هو ده اللي خليقة جديدة. آخر حاجة أحب أقولها، معلش هتعب حضرتك يا حضرة القسيس، لو في مشاهدين جدد النهاردة وده most probably يعني ومتوقع جدا، إيه اللي يعملوه علشان يستفيدوا بعمل الصليب ويضمنوا الحياة الأبدية اللي احنا بنتكلم عليها؟ لأنه زي ما حضرتك يعني ذكرت في البداية، في اخواتنا المسلمين دلوقتي في شهر رمضان بيصلوا وبيصوموا وبيكونوا في اقدس حالاتهم علشان يرضى الله، فهل ده كافي لنوال الابديه اللي احنا بنتكلم عنها؟ ارجو حضرتك توضح والرب يبارك. امين يا اخت نهال، فعلا القسيس هيوضح هو في الحقيقه. شكرا. المكالمات فعلا يعني كثيره واحتياجات كثيره، واحنا بنقدر ده، والبرنامج ده معمول مخصوص علشان خاطر الاحتياجات ديت وطلبات الصلاه ديت. لكن طبعا القسيس هيجاوب على حضرتك، لكن بعد استأذن حضرتك يا حضرة القسيس هناخد اتصال عندنا. الأخ أشرف من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك. فقدنا الاتصال من الأخ أشرف، من فضلك اتصل بينا مرة أخرى. عندنا الأخت أنجيل من بوسطن، أهلا وسهلا بحضرتك. الأخت أنجيل أهلا بيكي، سمعانا حضرتك؟ ألو أيوة مع حضرتك. أهلا بيكي حبيبتي، تفضلي حضرتك معنا على الهوا. لا انا كنت كلمت حضرتك قبل كده، انا انجيل. اهلا بيكي اهلا بيكي اهلا بيكي اخت انجيل، اتفضلي. القسيس أليكس، انا معاك. القسيس أليكس سامعك اهو، اتفضلي. عاوز ايوه انا صليت لك، بس عاوز اصلي عشان ايه كمان اصلي لك، اتفضلي. انا دلوقتي بننسى كتير. ايوه
بقالي اسبوعين حتى ادور على ده مش لاقيه وده مش لاقيه. ايوه. وركبي مش قادره اقف عليها. أيوة. ماسكه العصايه وبمشي بيها. ايوه الف سلام. هو النسيان يعني عندي زوري الصبح بتاع اقعد نص ساعه او ساعه الا ربع اطلع بلغم بلغم لحد ما قلبي بيوجعني من كتر الكح. طب اخت عجل احنا هنصلي الاول يسوع يدخل القلب والحياه يا رب، وتاني حاجة يرجع الذاكرة والصحة. تصلي معايا؟ أمين. ماشي ماشي. قولي يا رب يسوع، يا رب يسوع تعال أدخل حياتي، تعال أدخل حياتي، أعطيني حياة جديدة، وأعطيني حياة جديدة يسوع. بدم يسوع، بدم يسوع اغفر كل خطية، اغفر كل خطية، ورجع الذاكرة، ورجع الذاكرة يا رب. واعطيني القوة، واعطيني القوة في المفاصل، في في المفاصل، وفي حياتي، وفي حياتي. أشكرك، أشكرك لأنك سمعت واستجبت. سمعت واستجبت يا أخت أنجيلي، بتابع البرامج في الكارما علشان بتتكلم كتير عن الحياة الجديدة، وانت كمان يكون لك علاقة شخصية مع رب، وقللي من أكل البروتينات واللحوم والسكريات لأنها بتأثر كتير على الذاكرة. ألف سلامة ليك يا أخت أنجيل، والرب يتمجد ويشفيكي. إحنا معانا الأخ أشرف من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. تفضل. أهلا بيك. ربنا يبارك حياتكم. يباركك الرب. أهلا بيك. أكلم الأسيس أليكس. تفضل أخونا. تفضل حضرت الأسيس، ربنا يبارك حياتك ويحفظك. أهلا بيك. انا كان ليا طلبه صلاه اخويا عنده انفصام في الشخصيه من 30 سنه، من 35 سنه. ايوه. وفي حقنه اللي هي ميديو كده ياوتها احنا متمررين بسببها. ايوه. ومعذبهم في البيت. ايوه. وامي عندها المراره وورم تحت اللسان. ايوه. وعند حماتي كان عندها كورونا، بس ربنا تمجد ومد ايده. وانا عايز تصلي لي ربنا يديني ثمر بطن انا ومراتي، وبطل التدخين. طيب بص، عشان نبطل التدخين ونبدا بدايه صحيحه، تاخد يسوع نصيبك الاول ويدخل قلبك، يغير تفكيرك. أمين. ويغير حياتك. بالنسبه لاخوك اللي عنده انفصام الشخصيه، في يوحنا 17 يسوع صلى صلاه جميله، قال ليكونوا واحد كما انا والاب واحد. انا لما بتعرف على المسيح وبتعرف على الاب والابن والروح القدس، تبقى شخصيتي واحده مماثله للاب، مش بتبقى أكيد. شخصيات متعددة. فاحنا بعد ما نصلي انا عاوزك كده اخ اشرف والرب يباركك، تجمع البيت عندك، ولو تقضوا 10 دقايق او ربع ساعة تقروا في كلمة ربنا بفهم، وتصلوا صلاة بسيطة لاجل بعض، ربنا يلمس كل واحد. أمين. صلي معايا اخ اشرف، قول له يا رب يسوع، يا رب يسوع بفتح قلبي اليك، بفتح قلبي اليك، تعال غير حياتي، تعال غير حياتي، وادخل قلبي، وادخل قلبي، واعطيني حرية، واعطيني حرية من كل خطية، من كل خطية، وعبودية، وعبودية للدخان والسجاير، للدخان والسجاير، وحل فيا بالروح القدس، وحل فيا بالروح القدس، واعطينا قدرة على إنشاء نسل، واعطينا قدرة على إنشاء نسل، واشفي أخويا من الانفصام، واشفي اخويا من الانفصام، واشفي المراره، واشفي المراره، واؤمن يا رب، واؤمن يا رب اني استطيع كل شيء، اني استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، في المسيح الذي يقويني. ربنا يباركك اخ اشرف، دي بدايه جديده. الدموع اللي نزلت من عينيك دي دموع اسمها دموع الحياه الجديده، لانه النهارده السبب تفرح بخاطي واحد يتوب اكتر من 99 بار. اسمك اتكتب في سفر الحياة واتناقش على كف الرب، ويبدأ الرب فيك بداية جديدة لو فعلا اقتربت من الرب زي ما قلت لك. يا والرب وعد، يا حضر القسيس قال ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. أمين. ولادة جديدة في المسيح يسوع. داوم على قراءة الكتاب والصلاة، ومن فضلك داوم على كمان انك تتفرج على قناة الكارما، هتلاقي فيها غذاء روحي لنفسك وشبع لروحك الجعانة. احنا معنا كمان اتصال من بنت الرب من تينيسي. اهلا وسهلا بحضرتك.
بنت الرب اهلا بيكي حبيبتي. بنت الرب حضرتك معانا على الهوا, اتفضلي. الو اهلا بيكي حبيبتي, اتفضلي. ازيك تسوني, عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي, بشكر ربنا. اهلا بيكي, اتفضلي. انا مبسوطه خالص ان انا شاركت معاكوا في قناه الكارما, وبصلي عايزه الجسيس يصلي لي برده من اجل اسرتي وبيتي ان يحوطنا, عشان برضو في ناس بتنكت فينا وبتعمل معنا مشاكل انا وجوزي, ويحفظ ولادي يا رب في المدارس برضو من كورونا. امين حبيب. امين امين. ويخلي جوزي برضو يجرب من الرب, لان بقديله سنتين بعيد عن الكنيسة, ما بيروحش معنا اي كنيسة. اهم شيء ان الاول يعني اللي بيحب الرب بيحب بيته, فالوصية الأولى لما بتقول تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل قدرتك, أنا لو حبيته هحب عيلته وهحب بيته. فإحنا نصلي الأول الرب يدخل حياتي. أوكي, قول يا رب يسوع. قولي معايا يا رب يسوع. يا رب يسوع تعالى أدخل بيتنا. تعالى أدخل بيتنا. أعطينا حياة جديدة. ادينا حياة جديدة بدم يسوع المسيح. بدم يسوع المسيح. واضمن سلام الله. واضمن سلام الله. يحفظ قلوبنا. يحفظ قلوبنا. وافكارنا. افكارنا. في المسيح يسوع. المسيح يسوع. ونطلب حماية دمك. ونطلب حماية دمك. ضد كل خلاف وخصام وانشقاق. ضد كل خلاف وانشقاق. آمين. 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 الرب يبارك. بالصلاة دي يسوع دخل البيت. واصبوا مع بعض على قراية الكتاب وطلب الرب, ويبقى تاريخ جديد في اسم يسوع. أمين أمين. وكتاب بيأكد بيقول آمن بالرب يسوع تخلص أنت وأهل بيتك. أمين. مبروك الخلاص حقك. هللويا. حل القسيس كان في سؤال الأخت نهال قالته, وسؤال هام ومصيري جدا جدا. ويمكن قالوا زمان لبولس وسيلة, قال من سجان فيليبي وشاب الغني قال له المسيح, قال له ماذا أفعل لكي أخلص, ماذا أفعل لكي أرث الحياة الأبدية, وناس كتيرة بتسأله يا ترى نقول لهم إيه. وطبعا سؤال الأخت نهال كان سؤال جوهري, عشان كده أنا قبل ما بصلي للشفاء أو لأي طلبة بحب أسأل الشخص السؤال الجوهري والأول, ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ده رائع. فبنسأل عن خلاص النفس اللي هو فعلا أهم سؤال في الأبدية. زي ما حضرتك اتفضلتي, سجان فيليب لما سأل هذا السؤال قال له آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. الإيمان معناها الثقة بما يرجى, الثقة في اللي عمله الرب لأجلي. مفيش ولا واحد على الدنيا, وأتكلم عن رمضان والأعمال والصوم والصلاة وكل الأعمال البر دي, ما لا تقدر تخلصك من سجارة ولا تقدر تخلصك من الشتيمة ولا تقدر تخلصك من الحلفان ولا تقدر تخليك راضي عن نفسك. وليه؟ لأن احنا محتاجين طبيعة المسيح الجديدة. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة, الأشياء العتيقة قد مضت وذا الكل قد صار جديدا. مفيش لا قوة أعمال بر ولا قوة أصوام ولا صلوات تقدر تبدل الإنسان من أول وجديد, لأن احنا مولودين ثانية, لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى, كلمة الله الحية المتجسدة يسوع المسيح وكلمته المكتوبة بتعطي طباع جديدة وبتعطي صفات جديدة. لا طبعا الصوم والصلاة وكل وسائط النعمة دي كويسة, بس مش هتوصلك لحاجة, لأن كل أعمال برنا قال لو عملت كل البر قولوا أننا عبيد بطلين, لا تقدر تخليك تبطل خطية واحدة ولا تقدمك الله, لأن يوجد إله واحد وسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح اللي عنده خدمة المصالحة. صحيح. مصالحة مع نفسك ومصالحة مع الله ومصالحة مع الآخرين. رائع جدا يا حضرة القسيس. إذن مهمة قوي قوي أن أنا أكون بتصالح مع الله. ليس باحد غير الخلاص. بالضبط. مهمة قوي أن أنا أتصالح مع الله. صحيح. وعن طريق يسوع المسيح, مفيش طريق تاني. ليس باحد غير الخلاص. بالضبط. لا يوجد ولا شفيع ولا وسيط واحد غير الإنسان. نعم. يسوع المسيح. نعم. وعشان كده مهمة قوي أن أنا آمن برب يسوع المسيح تخلص أنت وأهل بيتك.
احنا معنا طلبات صلاة كتيرة جدا جدا حول القسيس جات لنا دلوقتي عن طريق الكنترول روم وايضا عن طريق السوشيال ميديا الفيسبوك وايضا انستجرام. عندنا طلبات كتيرة قوي، فمن فضل حضرتك صلي صلاة مجمعة لانه يعني قدامنا بتاع تقريبا 4 دقائق ونخلص. يعني يا رب احنا بنشكرك لاجل كل شخص بعد طلبة صلاة وضع ثقته في شخصك يا رب. الطلبات اللي جاية من الكنترول روم والطلبات اللي جاية على الفايبر والماسنجر واللي مع الأخت ليديا ومع يا رب فعلا ألوف الطلبات أمامك صحيح. ونضع أمامك كل مرض، نضع أمامك كل ضعف، الطلبات الصلاة لأجل الأبناء الأولاد والشفاء من كورونا والمشاكل الزوجية والعنف العائلي وجميع المرضى يا رب. عدد غير عادي مصاب بالكورونا وصلاة يا رب لطلب الأوراق. احنا بنطلب يا رب أولا ملكوتك وبره وبنثق يا رب ان كل شيء يزداد. بارك قناة الكرمة يا رب اللي بتبارك الألوف والملايين كل يوم وسدد كل احتياج روحي ومادي، واجعل يا رب فعلا كل ما نطلب واثقين ان ناله في اسم الآب والابن والروح القدس يكون لعبيدك يا رب اللي مكنتهم الظروف وسمحت ان يصلوا معنا او بيصلوا الان عبر الشاشات. نؤمن يا رب أن قوة الله تخرج للخلاص والشفاء والحرية واسترداد كل ابن وبنت بعيدة ورد القلوب يا سيد الرب، وتعطينا أيام السماء على الأرض في اسم يسوع. بارك الأخت ليديا، قويها وشددها ونشكرك لأجل تعبها. أخواتنا يا رب خلف الكاميرات وفي الإخراج والصوت والصورة، بارك كل من تعب معنا يا رب في إعداد الحلقة، عوضهم كل خير مع عائلتهم. امين امين في اسم المسيح. جات لنا طلبه صلاه عاجله يا حضره القسيس. الاخ مدحت طالب صلاه لاجل القسيس مودي جرجس في العنايه المركزه، عنده كوفيد 19، بيقول الحاله صعبه جدا، التهاب حاد في الرئتين. حابين نصلي من اجله. امين. نصلي لاجل كل مرضى الكوفيد من فضلك. احنا طلبت لاجله قبل كده وبنطلب تاني يا رب. أمين. القس مودي جرجس رجل الله فعلا يا رب، وفي العناية بيستفرغ دم دلوقت، لكن يا رب احنا واثقين يا سيد في امانتك يا رب. انا القسيس ده بعرفه شخصيا وزرته، وكان ليا نهضة معاه مع السودانيين والمصريين وجنسيات كتيرة يا رب. شدد وارسل لي يا رب فعلا قوة دمك يا رب، تحرر من الجلطات وتأثير الكورونا. يا ريت نفتكر القصة مودي وصورته موجودة على فيسبوك كتيرة، وهو بيستراجل وأنفاسه تعبانة جدا، لكن غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. إن كان الطب فشل لكن نعلن يا رب قوتك وعظمة عملك، يتأيد بالقوة وتسكب عليه روح شفاء الآن وحرية. أمين أمين في اسم المسيح. القسيس دايما الأوقات الحلوة بتخلص بسرعة، ودايما لما بنيجي معا ونتفق معا على طلبات الصلاة الرب بيجري آيات وعجائب ومعجزات. بشكرك جدا لأجل قلبك المصلي قبل إيديك اللي هي بتترفع عشان خاطر طلبات الصلاة في قناة الكرمة ولكل شعب قناة الكرمة، وإن حضرتك بتخلي نفسك بتوضع نفسك لأجل الأحباء اللي هم في كل مكان واحتياجات الأحباء، بتحط نفسك وقلبك، بشوف قلبك قد إيه محب لأجل شعب الرب في قناة الكرمة. ربي يباركك ويبارك خدمتك في كل مكان، يبارك أسرتك أيضا ويبارك الحفيدة. مصدقين في الرب أنه بركات رب على رأس كمان. الصديق شكرا رب لحضرتك أيضا وتحياتك وتقديمك الرائع واختيارك للموضوع اللي مناسب فعلا للوقت اللي بنمر به. ربنا يستخدمك والأخ هاني وعيلتك الرائعة بكل مجد وبكل قوة. شكرا لك حال الأسيس. شكرا لك حال الأسيس. أعزائي المشاهدين، عزيزي المشاهد، أنا بتكلم ليك، يا ترى دقت محبة المسيح؟ يا ترى رحت عند الصليب وعرفت قد إيه بيحبك؟ أيوة بيحبك لدرجة إن هو مات عشانك. الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. قولها كده وقولها جواك قوي وحس بيها قد إيه إنه الحب مش بس إن هو يقول كلام، لكن الحب إنه أسلم نفسه لأجلنا. عشان كده الكتاب بيقول لنا بهذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك وضع نفسه لأجلنا، فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة. شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الصلاة. اطلبوا تجدوا والرب يكون معكم. اطلب تلاقي حلو التلاقي ما
معاها قوي بس انت روح فضفض وبوح واحكي له مالك اشكي له حالك واحفظ بقى الارض لو متشققه عنده السواقي اطلب تلاقي وما تتسنتش الا علي ايدي بتشفيه علي لمسه واحده بس منه تكفي اطلب تلاقي واما وعد الناس بيفسد بعد وقت اطلبوا هتلاقي وعد لسه بادي اطلبوا هتلاقي وعد لسه